قولي لي يا اسيا. انا قلت الانكل تامر حسني ان انا طالعه مع حضرتك وهو اتبسط قوي. لا 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 لا، انت كمان تامر حسني وانتي تعرفي تامر حسني منين يا اسيا؟ قريبك تامر حسني؟ صاحبكو؟ جاركو؟ طب اولا قولي لي انت قد ايه بتحبي تامر حسني؟ بحبه قوي قوي جدا. ها، واكتر اغنيه بتحبيها لتامر ايه؟ شوقك. شوقك؟ تعرفي تغنيها ولا؟ تعرفي فعلا؟ طب ممكن نسمع اسيا وهي بتغني بشوقك؟ ولو حته صغنطوطه قوي عشان انكل تامر حسني يشوفك يا اسيا وانتي بتغني له بشوقك. اتفضلي. شوقك عايش بشوقك والبلد اتملى على ذوقك. وبشوقك عايش بشوقك ودماغك املاها على ذوقك. انت ذوقك بيحب تامر حسني، كلنا بنحبه كمان. قلتي له فين بقى ان انت هتطلعي معانا؟ كتبتي له على صفحته ولا ايه؟ لا، بعت له فويس. بعت له فويس؟ وجبتي نمرته منين يا اسيا؟ ها؟ ماما صحفية وهي عارفة تتكلم. ماما صحفية وعارفة كل حاجة. فين ماما الصحفية دي؟ فين ماما الصحفية دي؟ معاها كل النمر ماما الصحفية دي. هاتيلي النوتة بتاعتك. بصوا العيال ما بيسيبوش، مفيش سر. ماما صحفية ومعاها النمر. بس ماما أمورة جدا. حضرتك بتشتغلي صحفية فين؟ في اليوم السابع. تحية كبيرة لليوم السابع طبعا. هو تامر لما شاف الولاد عازفين أغنية عمري ابتدى شيرها عنده ستوري وكتب الفريق عظيم، والبنوتة دي خدت قلبي على آسيا لأنه الكاميرا كانت عليها وقتها. فلما آسيا شافت الستوري بعتنا فويس لتامر وقلنا له إن هي مبسوطة قوي إن هو شاير الأغنية وقال كده. وهو رد عليها وقال لها إنه هي قالت له إن هي طالعة مع حضرتك وإنه هي هتبقى مبسوطة لو شافها. فرد عليها وقال لها انا كمان هحاول اتفرج وممكن تبقي في حاجه قريب معايا، في حاجه مناسبه يعني، لان هي قالت له انا نفسي العب درامز معاك. هي من اصغر الاعضاء في الدرامرز تيم. اسيا عندها 7، هولي اصغر منها بسنه. بس اسيا عندها 7، فهي كانت مبسوطه قوي ساعتها لما بعت لها، فحبت تقول له انها طالعه مع حضرتك لان هي بتحبك كمان قوي. اشكرك، بشكرك وبحييكي وبشكر آسيا، وتحية كبيرة لتامر حسني. يلا.